نحن وين هلأ؟ نحن من بين الشيخ مقصود وأشرفية. تمام. وصرنا تقريبا 10 أيام هربانين من البيت، والبيوت كله مهدي علينا. تعال تفرج شوف شلون نايمين وشلون الأوضاع اللي نحن فيها. يعتبر خرابة، يعني صار له أكثر من 30 سنة هذا البيت، ونظفناه من الوسخ. طيب ليش ساكن هون أنت؟ عندي البيت رايح من نص، مشقوق من نص. يعتبر يعني هون السكن هون أماننا يعني. ما أجاكم شي دعم؟ ما خيام؟ ما أجانا شي. لا، كل سكان حلب هيك؟ تقريبا بيكون 3/4 هيك، 3/4 يعني بيوتها يعني حيطين الموت قدام قدام عيونهم يعني. أكترية العالم هيك. نحن جايين لهون والله بننظف هون مثل ما لك شايف، بننظف مشان نبرك فيه. امبارحة حسينا بالزنزال الساعة 11 تقريبا، هلا جاي نظيف والله، جاي نبرك هون. ايش نسوي؟ وين نروح؟ غير الله اللي كاتب علينا بصير. يعني وين ما بنروح هزة يا اخي، البنايات كله عم بهزوا، مو مثل حوش عربي. يعني حوش عربي احسن من شو اسمه، من بنايات. بين الغنم، طلع بين الغنم والله طبل، هذا زبل وغنم بين الغنم بيك. مثل ما لك شايف، ايش نسوي؟ أنا الآن أتواجد في القسم الشمالي من مدينة حلب. طبعا هذا الموقع يعتبر كساحة خالية، أي لا توجد هناك أبنية أو منازل ذو طوابق قريبة من هذا الموقع. لذلك أشاهد الآن العشرات من العوائل انتقلت من أبنية تعرضت لتشققات أو تصدعات في داخل المدينة، لينتقلوا إلى هنا ويعيشوا في منازل قد تضررت بحكم الحرب فعلا في السابق. ولكن هنا قصة مختلفة، دعني أظهر لكم هذا المكان. 3 عوائل يعيشون داخل عربة واحدة. هذا المشهد يظهر تحول السيارات إلى منازل هنا في مدينة حلب.